اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، وفقره مهمه جدا لان بالتاكيد معانا ناقد رياضي وكاتب صحفي عنده اسرار، عنده كواليس، عنده موضوعات بالتاكيد مهم جدا نسمع رايه في هذه الموضوعات وهذه الكواليس وهذه القضايا الرياضيه، منها بيهم النادي الاهلي بشكل مباشر ومنها بيهم الكره المصريه بشكل مباشر او حتى النادي الاهلي بشكل غير مباشر. هنتكلم على البطوله الافريقيه وترتيب المجموعه الثانيه في البطوله الافريقيه في حال تشابك المجموعه نتيجه فوز الهلال على النجم الساحلي في رادس، وبالتالي اصبحت الثلاث فرق بست نقاط بعد بالتاكيد بلاتينيو ما يكون في المؤخره وفي اخر المجموعه بدون رصيد من النقاط. هنتكلم عن التحكيم الافريقي وعندنا النهارده كواليس وموضوعات هنتكلم في هذه القضيه، هنتكلم على موضوع الجماهير لان كمان ده شيء مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه للبطوله الافريقيه، وفي تفاصيل ثانيه بالتاكيد، لكن ارحب بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس واللي بيشرفنا بينورنا كل يوم ثلاث وبنستنى كل يوم ثلاث عشان نسمع اراءه في هذه الموضوعات. ابو حميد منور الدنيا. ربنا يخليك يا محمد وسعيدنا انا موجود معاك النهارده، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن جميعنا. الاهلي كل سنه وهم طيبين، سنه سعيده. طيب وسنه سعيده عليك. واتمنى ان شاء الله السنه اللي جايه كل البطولات تبقى في النادي الاهلي ان شاء الله، العادي بتاع النادي الاهلي يعني. ان شاء الله. طيب انا طرحت لك الموضوعات، تحب تبدا بايه؟ احب ابدا بخبر قد يكون مهم، يعني انه رياض محرز اللاعب الجزائري المرشح من ضمن الثلاثة الاوائل لنيل جائزة افضل لاعب قد لا يكون حاضرا في حفل يوم 7/8 يناير اللي هيقام في الغردقة. بنسبة كبيرة محرز عارف ان فرصه ضعيفة فقد لا يكون حاضرا الحفل، ولا ممكن يكون عنده خلافات او مشاكل شخصية؟ ما اعرفش، ما عندي يعني معلومتي اعتقد ان هي ستتاكد خلال ساعات ان محرز لن يكون حاضرا، لا يكون حاضر صلاح وماني، واعتقد ان المنافسه بينهم اول وتاني يعني. رغم ان محرز مع المنتخب الجزائري احرز كاس الامم، ولكن مع السيتي خد الدوري الانجليزي. لا ما خدش الدوري الانجليزي، خد الدوري الانجليزي انا اسف، انما انجازات صلاح وماني دوري الابطال، كاس العالم للانديه، السوبر الاوروبي، تاني الدوري الانجليزي، هدافين الدوري الانجليزي، لان الجائزه جائزه فرديه، هي مش جائزه جماعيه، مش جائزه جماعيه، ما بياخدهاش منتخب الجزائر او فريق مانشستر سيتي، هو بياخدها لاعب على انجازاته الفرديه. فانجازات صلاح وماني الفرديه السنه دي الحقيقه، هو ماني بيتفوق بس نسبيا بوصول منتخب السنغال لنهائي بطوله افريقيا كاس الامم الافريقيه، فاعتقد فرصه قد تكون اقرب، وممكن زي ما صلاح خد الجائزه السنه اللي فاتت من دكار ممكن السنه دي ماني ياخدها من الغردقه. عاملين تفاتر. واعتقد انه برضه جائزه افضل لاعب محلي هي بين يوسف بلايلي وطارق حامد وانيس البدري، واعتقد ان يوسف بلايلي هو الاقرب. هو الاقرب فعلا. ده حقيقي، لان كمان انجازاته مع الترجي في البطوله الافريقيه ومع المنتخب الجزائري. بالظبط. بالظبط كده، بس ان شاء الله نتمنى يكون رياض محرز موجود في مصر. نتمنى بس يعني نتمنى ان شاء الله، بس هو الفتره الاخيره فعلا من خلال متابعتي حتى للكره في الجزائر في توقيتات معينه رياض بيستاذن حتى فيها، يعني حتى في المباريات الاخيره مع جمال بالماضي استاذن من احدى المباريات نتيجه مشاكل شخصيه كان بيحلها الفتره الاخيره، اعتقد انه فممكن بالنسبه كبيره ممكن ما يكونش حاضر الحفل. المهم احنا نشوف حفله. طبعا هو حفله مميزة، حفله مميزه جدا، متوقع ان هنشوف حاجه مميزه. طبعا محمد كامل والسادات شاطرين في الحاجات دي قوي دايما كده بيفاجئونا بحاجات حلوه. محمد شاطر في الحاجات دي بالتاكيد. طيب ايه بقى الموضوع اللي تحب تبدا بيه؟ جمهور. الجمهور طبعا ده الاساس. طبعا يعني خلينا نكون بس مش هندفن دماغنا في الرمله ونقول لا، مشهد ما كانش لطيف. فكره بص انت دلوقتي عامل نظام حجز ونظام مميز جدا، نظام أكيد. تذكرتي مميز جدا والناس تدخل تحجز التذكره اللي احنا في حاجه كده بتطلع لنا لما بنعمل اي ابلكيشن او اي حاجه بيطلع لنا كده ايه قواعد كبيره قوي شروط انت ايه اغلبنا ما بيقراهاش فبيروح دايس موافق يحط صح وخلاص وما بيقراهاش، فانت وانت بتشتري التذكره بيجي لك شروط كتير قوي، حط كل الشروط اللي انت عايزها، يعني امنع الميه، امنع الاكل، امنع، حط كل ده على التذكره. لو انت شايف انه ارتداء بعض التيشيرتات اللي عليها بعض العلامات او الارقام شايفها ان هي هتبقى فيها ازمه قول ده، يعني حط ده على التذكره، عدم ارتداء ملابس بها ايحاءات سياسيه او 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 او، عشان لما المتفرج يدخل الملعب يبقى خلاص ما دام وصل الملعب هو موافق على كل اللي مكتوب له على ظهر التذكره. عقد بينه وبينك. عقد طالما موافق على اللي مكتوب على ظهر التذكره انت بتحاسبه على ده، لو قرر التجاوز على اللي مكتوب عليه انت تحاسبه، انما انت الجمهور وصل الاستاد وبقى فيه بعض المناوشات وي 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 لدرجه مشهد ان الجمهور خرج ورجع، الحقيقه مشهد مش لطيف واتمنى انه ما يتكررش، لانه الاهلي الجمهور هو ظهره، هو سنده طبعا، وفكره ان الجمهور بيبقى فيه تجاوز او برضه ده غلط، فالحقيقه لازم يعني لازم الناس تبقى عارفه ان الجمهور هو اساس كره القدم،
يعني الجمهور هو اساس كره القدم في مصر او في العالم. يعني انت ديربي المغرب اتلعب 3 مرات تقريبا في شهر. هل المشهد ممتع؟ ما تبقاش احنا اصل كره القدم في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، ما تبقاش الكوره بدات من عندنا وكل حاجه بدات من عندنا، ويبقى بنلعب الماتشات بالمنظر ده والمدرجات فاضيه والحقيقه لا. يعني الحقيقه اتمنى انه المشهد ما يحصلش. انت عملت نظام للدخول الناس التزمت بيه وبتدخل تحجز اونلاين وبتدخل تعمل التذاكر حجزها اونلاين، خلاص حط لهم قواعد واسس للي انت عايزه عشان هو يلتزم بيها وتقدر تحاسبه ويقدر يحاسبك. انما انت عملت نظام تذاكر والناس دخلت حجزت وي 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 وبرده لسه في يعني شد وجذب. فالحقيقه اتمنى انه ده ما يحصلش تاني، لان مشهد الجمهور ما كانش لطيف، مشهد الهتافات ما كانش لطيف. الحقيقه ما ينفعش تجاوز، وما ينفعش التجاوز مع الجمهور. يعني المشهد مرتبك، يعني مش عارف ليه احنا الارتباك ده مش في صالح حد طبعا. مش صالح المنظومه كلها. يعني انتوا عايزين نرجع نلعب الماتشات من غير الجمهور تاني؟ ما اعتقدش ان ده يبقى في صالح حد. يعني انا لو عرضت لك فيديوهات او لقطات من الجوله السابقه، مش بعرض فيديوهات قديمه مثلا، لا من الجوله السابقه بطوله افريقيا، ماتش الوداد وماتش الرجاء، مركب محمد الخامس، ماتش الترجي وماتش الرجاء وماتش الترجي، ماتشات اللي بتتلعب في افريقيا، ماتش اول اغسطس ومازيمبي ماتش في انجولا. الحقيقه ماتش الزمالك وزيسكو، يعني الماتشات كلها بتلعب بجمهور، بجمهور حضور عادي. اتمنى ان ده ما يتكررش، واتمنى انه احنا عندنا ماتش النجم الساحلي هنا، هو الماتش بعد ماتشين بلاتينيوم، اتمنى تكون الازمه اتحلت، لان ماتش النجم الاهلي محتاج جمهور والمجموعه تعربت وبقت صعبه جدا. فاعتقد انه لا بديل عن الفوز في مباراه النجم، لا بديل عن الفوز في ماتش بلاتينيوم، واتمنى ازمه الجمهور تتحل بقى عشان القطر يمشي. اتمنى ان في 2020 نشوف كوره بجمهور تاني، نشوف كوره بجمهور الكوره الحقيقي مالين الملاعب، وما نشوفش المشهد اللي حصل وبتكرر. انا عايز اروح بيك بقى الابعد من كده. حصر المنافسه على الملعب اللي هيستضيف النهائي بتقترب ما بين استاد القاهره الدولي ومركب محمد الخامس. بالظبط. بعد ما كان في 5 ملاعب، ملعب سوكر سيتي في جنوب افريقيا، ملعب العاصمه الجابونيه للبروفيل، ملعب الخرطوم في السودان، المنافسه محتدمه جوه المكتب التنفيذي ما بين استاد القاهره الدولي ومركب محمد الخامس. والاتحاد الافريقي بالتاكيد عايز ينجح مباراه الفاينل، لان هي فكرته عايز يعمل نهائي طبعاً. من مباراه واحده، مباراه واحده وحضور جماهيري زي دوري ابطال اوروبا او زي كوبا ليبرتادورز. دلوقتي بقى مباراه واحده يعني عشان المباراه تنجح. بس هل بقى هم هياخدوا القرار وايا كان مين طرفي النهائي، ولا هيستنوا؟ هو القرار هيتاخد الفتره الجايه خلاص قبل دور المجموعات، يبقى هيتاخد زي اوروبا، هيتاخد زي اوروبا ايا كان طرفي النهائي. مش هيبقى يستنوا مين هيلعب في النهائي عشان يبقى الملعب محايد. يعني هل هيستنى انا ما عنديش معلومه الحقيقه، هل هيستنى المكتب التنفيذي لما يعني هيختار كذا ملعب ويجي في الاخر يختار منهم عشان طرفي النهائي يبقوا هيبقى الملعب محايد، ولا هيختار الملعب وخلاص وايا كان طرفي النهائي؟ لو اختار مصر او المغرب، لو في طرف مصري او طرف مغربي هتفرق هيعملها ازاي؟ فالاتحاد الافريقي هل عنده الجراءه انه يعمل ده؟ يعني هل عنده الجراءه انه يختار ملعب وخلاص زي ما الاتحاد الاوروبي بيعمل، ولا هيخاف من التوازنات؟ لان انت لو اختار استاد القاهره ووصل الفريق مصري للنهائي هيبقى عنده افضليه بجمهوره عدد كبير، لو اختار المغرب ووصل فريق مغربي عنده افضليه بجمهوره. هل هم عندهم اوروبا مختلفه؟ لان اوروبا طرق قبل انطلاق البطوله والسفر هناك عكس، والسفر هناك سهل جدا. مفيش تاشيره، مفيش، وفي وسائل مواصلات كبيره جدا، وممكن تلاقي 20,000 بيتنقلوا في يوم ويرجعوا تاني. سهل جدا. فكل فريق هيلعب في بلد تانية، هو بيلعب في بلده، هو عنده الساعه المحدده، هو عنده العدد المحدد بتاعه في الاستاد، فهيروح يحضر. احنا شفنا النهائي ليفربول وتوتنهام، الفرقتين كل واحد ليه جمهوره وماتش عادي جدا، كان مفيش حاجه حصلت. يعني هل افريقيا ينفع فيها النظام ده؟ مع انطلاق دور الثمانية او بعد قرعه دور الثمانية هيتم تحديد الملعب بشكل مباشر، من غير ما مش هيستنوا المراحل النهائيه، مش هيستنوا المراحل النهائيه. مع انطلاق مباريات دور الثمانية وعمل القرعه ان شاء الله يوم 6/2 بعد نهايه دور المجموعات هيتم تحديد الملعب وحصر المنافسه بين الملعبين. بس هي الفكره بقى اللي عايز اوصلها للناس، طالما الجمهور بيحضر في مصر والامور ماشيه بشكل ايجابي، فكره استضافه استاد القاهره هتبقى اكبر. تمام. الاتحاد الافريقي شاف ان نهائي بطوله افريقيا للكبار كان في مصر، 23 سنه كان في مصر وفي حضور 70,000 يعني عايز أرقام. يعمل ان 2019 2020 موسم الكره الافريقيه في مصر، وعدد الحضور الجماهيري، يعني عدد الحضور الجماهيري بدون مشاكل ومفيش حاجه خالص. يعني في اندر 23 او بطوله الكبار حضور جماهيري جبار، غير طبيعي، ومفيش حد اتكلم، يعني مفيش حد قال حاجه. اتمنى هي اللي ممكن، بس اتمنى ان يعني موضوع الجمهور يخلص عشان الحياه بقى
بقى ماسخ يعني يعني بقى مزعج، واحنا بنتكلم وما بنتقدمش خطوه لقدام. يعني احنا قلنا انه بطوله كاس الامم هتعدينا خطوه، ما عدتناش. قلنا بطوله 23 سنه هتعدينا خطوه، ما عدتناش. طب نعمل ايه يعني؟ هنروح فين تاني يعني؟ ما فيش. واتحاد الافريقي عنده اجبار على مباريات دور المجموعات وكل مباريات البطوله انه لازم حضور جماهيري. ده النسب هتزيد، النسب هتزيد يعني طبعا. لما توصل لدور الثمانيه بدل ما يقول لك 10 15 هيبقى وصل 20 25. بالظبط. فاتمنى ان احنا نلعب كمان يعني، نلعب الاهلي والزمالك ليه ما يلعبوش على استاد القاهره؟ يعني ليه ما نلعبش استاد القاهره؟ ليه الحصر في استاد السلام؟ يعني ليه بتروح ملعب صغير؟ يعني مش عايز اتكلم. ممكن يبقى في مواجهه بينهم في دور الثمانيه. اه طبعا. لو الاهلي تصدر والزمالك خد مركز ثاني ممكن يكون في مواجهه. على فكره الاهلي والزمالك لعبوا اكتر من مره في دوري الابطال في افريقيا. لعبوا مره في الغردقه مره، ولعبوا في برج العرب مره، كلية الحربيه، ولعبوا في كلية الحربيه مره، ولعبوا في استاد القاهره مرتين. لا لعبوا كتير في افريقيا في دور المجموعات، ولعبوا مره في سيمي فاينل، كان ماتشين في كلية الحربيه. اتمنى ان يعني الازمه دي تعدي، لان كتير. انت كويس انك اتكلمت فيها، لان انت يعني انت قلت حل. يعني ممكن الناس تتكلم في قضايا بشكل عام بدون ما تضع حلول، لكن انت دخلت في قضيه مهمه جدا وقلت الحل بتاعها اللي هو التذكره. اصل مش بنخترع العجله يا محمد، يعني ده احنا ما بنخترعش العجله، ده موجود في العالم كله. يعني انت احنا حتى كصحفيين، انت لما بتاخد الميديا تيكتنج وانت بتحضر اي ماتش في كاس عالم انديه او دوري ابطال او دوري او بطوله امم افريقيا او امم اسيا، بيديك الميديا تيكتنج وعلى ظهره ارشادات كتير قوي. انت يعني انت صحفي، بيقول لك انت ممنوع تستخدم الكاميرا، وممنوع تعمل كذا، وممنوع تعمل كذا، وممنوع في الميكس زون تقف مع لعيب تتصور معاه، وممنوع في المؤتمر الصحفي تسال اسئله بره. يعني بيديك لسته كبيره كده. انا لو يعني ممكن المره الجايه اجيب لك التذاكر اللي انا بحضر بيها الماتشات بتاعت الصحفيين، وهتشوف على ظهرها الارشادات دي. ده حقيقي. ممنوع ان انت تاخد حاجه كذا. يعني حقيقه احنا ما بنختارش العجله، العالم كله كده. انت بتاخد التذكره، هي العقد اللي بينك وبين الجهه المنظمه للمباراه او الجهاز الامني اللي هو المسؤول عن تامين المباراه. ده انت دلوقتي ممنوع ان انت تستخدم الزماره، فانت استخدمت الزماره، ادي عقد، وانت التذكره هي مكتوب عليها الشروط. خلفت الشروط، تعالى هحاسبك، يا اما هخرجك، يا اما همنعك من حضور المباريات تاني. يا اما ما بنختار. هو ده يعني، هو ده الحل. انت انا بشتري التذكره من تذكرتي، عليها بحط الاول كل الحاجات دي على الموقع نفسه، وانا بقول موافق. فانا وافقت، بطبعها له تاني على ظهر التذكره، عشان لما يجي يخالف وهو في الملعب اعرف احاسبه، اقول له اهو انت مكتوب لك 1 2 3 على التذكره، وانت جيت في بند رقم 3 عملت اللي انا بقول لك ما تعملوش. فتعالى لو سمحت اتفضل بره المباراه. بص الصوره دي في مباراه الوداد الاخيره في برج العرب. يعني لو في الصوت معانا كمان. ده الوداد في المغرب ولا ماتش الاهلي والوداد؟ ده في مركب محمد الخامس. طبعا الجوله السابقه. وقبله كان ماتش الرجاء، سامع؟ كان قبله بيوم. صوت الاهازيج، صوت الجماهير. طبعا 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 طبعا. على فكره ده ليه تاثير ايجابي جدا على كل فرقه. يعني انت هتوصل لمرحله هتلاعب فرق بالشكل ده، وده حصل في مباراه الاهلي والترجي. حتى كان معايا كذا صحفي، وكان زميل عزيز علاء عزت، قال لما الاهلي راح تونس لعيبه الاهلي مشهد الجماهير في ملعب رادس خض معظم اللعيبه، لان كمان اللعيبه ما لعبتش في الاجواء دي. لا كمان انت لعيبتك هنا لما بتلعب في وسط العدد ده في مباراه النهائي بتتخض. يعني لما بيجي لك هنا في 80 90 ألف مشجع بيشجعوك، انت بتتخض. بص يعني الصوره الجميله دي. طبعا ده سيمفونيه في 2011 2011 ده سيمفونيه الجماهير. وكان السوق على فكره، انا اتذكر في مره يا ابو حميد، بالمناسبه المغرب كان عندهم ازمه كبيره حصلت، يعني كان عندهم حادثه كبيره جدا ما بين الوداد والرجاء. الجمهور وجمهور راح عمل حاجه في محطه القطر، كان حاجه كبيره جدا، ورجعوا تاني وعملوا تنظيم وسجلوا الناس بالبطاقات، وعملوا الاهلي بدا النظام ده على فكره، وعمل بطاقه المشجع وعمل ده. فالحقيقه يعني الكلام في موضوع الجماهير مش هيخلص، حله ان احنا نحط اسس وقواعد للاثنين، للمشجع واللي بيدير الموضوع، عشان يبقى ده عارف هو مطلوب منه ايه، وده عارف هو مطلوب منه ايه. وده الحل السهل، يعني ده الحل السهل، ان انت تحط لهم اللي ينفع يحصل. انما طول ما احنا بندخل الجمهور واحنا او لا، ما اعتقدش انه ده حل. يعني انت عندك خراج افتحه ونضفه واخلص. انت طول الوقت قلقان ليه؟ ما انت فتحت ودخلت الناس في البطولات الكبيره بالظبط.
ماتشات الاهلي والزمالك اللي في دوري الابطال النهائي سواء هنا او هنا حضروا 70,000 80,000. وفي نقطه مهمه جدا كمان، انت الملاعب كلها دلوقتي اصبحت مطابقه لمواصفات الفيفا كمان طبعا، يعني انت الملاعب كلها فيها مراقبه بالكاميرات. يعني محمد ماتش الاهلي، يعني اخر ماتش الاهلي لعبه بعد الكبير من الجمهور كان ماتش سان داونز، والاهلي خسران 5 في سان داونز، وجه حضر هنا اكتر من 60,000 حضر الماتش في برج العرب، والاهلي وجمهوره وخسران 5 والجمهور جه حضر ما حصلش مشكله، والاهلي كسب 1-0 ما حصلش مشكله، خرج من البطوله وما حصلش مشكله واحده، وبرج العرب الجمهور خرج ومشي عادي جدا ما حصلش حاجه. فليه يعني اللي يغلط يتعاقب، انما ما نبقاش طول الوقت واقفين على واحده. يعني خلينا الموضوع نحل الموضوع، لانه حله مع ان الموضوع يمشي، مش حله ان احنا كل شويه مش هينفع نسكنه. لان عايز اقول لك على حاجه، كلامك مظبوط، لان المراحل الجايه مش محتاجه ان احنا لسه نتكلم في القضيه، لازم الموضوع يتحل. لان انت هتوصل عندك مباراه النجم الساحلي، عندك مباراه دوري الثمانيه ان شاء الله توصل سيمي فاينال، عندك فاينال لو استاد القاهره هيستضيف النهائي والاهلي ان شاء الله يكون في الفاينال، عندك احداث اكبر. انا بقول يعني احنا انت الامن المصري قادر تماما على تامين كل المباريات 100%، لانه امن بطوله كبيره جدا زي كاس الامم، كان فيها منتخبات كتيره 24 منتخب للمره الاولى امنها، وما حصلش ما فيش اتنين حادثه شغب واحده حصلت، وانت المنتخب المصري خرج من دور ال 16 بطوله 23 سنه، المنتخب المصري ما شاء الله كمل وحقق البطوله. وانت حضور جماهيري مرعب، حضور جماهيري مرعب في كل الماتشات حقيقي، كل المحافظات. فليه احنا كل ما نتقدم خطوه نرجع تاني 5 نتقدم خطوه؟ يعني اتمنى ان موضوع الجمهور يتحل، عشان انا نفسي زهقت من الكلام فيه، انا بتكلم فيه من زمان من زمان كتير. لا بس هو احنا عرضنا لقطات من بطوله افريقيا، جمهور الوداد، واحنا عايزين الفتره الجايه جمهور الاهلي وجمهور الزمالك الجماهير المصريه كلها تحضر بنفس الشكل، يكون فيه الحماس، يكون فيه الكرنفالات، يكون فيه مهرجانات. الجو الجميل ده هيسري الملاعب المصريه، هيكون ليه تاثير ايجابي حتى على الانديه في البطوله الافريقيه. والقواعد اللي قالها احمد زي هي مش قواعد جديده، قواعد عامه ومحطوطه على كل التذاكر في اي دوريات في العالم، والقواعد دي هو الحكم او العقد اللي ما بيني انا كمشجع صحيح مع المسؤول عن تنظيم المباراه او حتى الجهه الامنيه اللي بتنظم هذه المباراه. حتى كمان بيبقى مكتوب بوابات الدخول، ترتيب مكتوب التحركات، تذكرة. ترتيب شكل الاستاد ازاي، انت الكرسي بتاعك فين، مكانك فين. يعني زي مباراه السوبر كانت في هزاع بن زايد، اي ماتش، يعني انت لو بتروح ماتش ودي احنا مباراه الاهلي و اس روما اللي كانت في هزاع، او مباراه الاهلي واياكس في اعتزال حسام غالي اللي كانت في هزاع، برضو هي ماتشات وديه برضو بنفس النظام. انت يعني مفيش، يعني انا حضرت في هزاع حضرت في هزاع بن زايد ماتشات وديه وحضرت ماتشات رسميه محليه اللي هو ماتش السوبر، وحضرت ماتشات كاس العالم للانديه، وحضرت ماتشات في امم اسيا. هو النظام ما بيتغيرش، يعني هو النظام، هي نفس التذكره، هو نفس الارشادات، هي نفس طريقه الدخول، هي بوابات الدخول، انت بتدخل من نفس البوابه وتحرك نفس التحركات. فليه ما نعملش ده؟ يعني هو الاستادات عندنا واحده ما بتتغيرش صح، يعني مكان الصحفيين اللي موجود في استاد القاهره هو ما بيتغيرش، مكان الدرجه الثالثه ما بتتغيرش، الدرجه الثالثه. طب ليه يا جماعه؟ يعني ليه الموضوع صعب؟ يعني الموضوع سهل جدا. بس اتمنى ان ما نقعدش تاني نفس القعده. الثلاث الجاي نتكلم فيه بالثلاث الجاي ايه 2038 هنقعد نفس طيب 2020 طيب دي كانت جزئيه مهمه جدا زميلي العزيز احمد عويس بدا بيها، والحديث عن الجمهور، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل، لان احنا يهمنا كمان جمهور الاهلي يحضر كل المباريات ويكون مستمتع بتشجيع النادي الاهلي، وتتهيئ للظروف ان يحضر ويشجع، وفي نفس الوقت كمان الجمهور يكون ملتزم بالتعليمات اللي تكون مطروحه وموجوده لاقامه هذه المباراه. طيب ملف تاني ومحور تاني، وقبل ما اتكلم فيه اطلع لتقرير بيتكلم عن ازمه التحكيم في افريقيا. التحكيم مشاكله فين؟ حلها ازاي؟ مين الحكام اللي بيسببوا ازمات؟ مشوار الاهلي مع التحكيم اللي في البطوله الافريقيه اكيد في تفاصيل كتير. نخرج نشوف في التقرير بيقدم بيقول ايه، وبعد كده نرجع نتكلم في هذا الموضوع وفي هذا التقرير بعد ما نسمع التقرير، لان كلام مهم جدا بيضع حد فاصل للتحكيم في افريقيا بالنسبه للفتره الجايه. نتابع في هذا التقرير ثم نواصل حديث مع الزميل العزيز احمد عويس بعد هذا التقرير. مع انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2019-2020 عاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمعاناة مع الظلم التحكيمي في إفريقيا من جديد، ليعود إلى سطح الأحداث مجددا الحديث عن التاريخ الأسود للحكام الأفارقة مع القلعة الحمراء.
الأهلي تعرض لظلم كبير في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام فريق النجم الساحلي على ملعب رادس، وذلك من الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي وقف سببا رئيسا أمام فوز أصحاب الأرض بهدف للا شيء. المباراة باختصار شديد كانت فصلا جديدا من فصول القرارات التحكيمية الموجهة والمثيرة للجدل، بعدما قام الحكم البوتسواني بتقليم أظافر الأهلي مبكرا بطرد مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة 12 من المباراة، على الرغم من عدم حدوث احتكاك وعدم استحواذ مهاجم النجم الساحلي على الكرة، كما أنه لم يكن في انفراد كامل مع حارس المرمى. لم تتوقف قرارات البوتسواني جوشوا عند هذا الحد، لكنه كبل لاعب الأهلي قيدهم تماما بالقرارات العكسية الغريبة، كما سمح للاعب النجم الساحلي بالاعتداء على نجوم الأهلي في الكثير من اللعبات المشتركة سواء أكانت الكرة معهم أم لا. في المقابل كان أي تدخل من لاعب الأهلي على لاعب النجم الساحلي تنطلق صافرته بالإشارة لمخالفة. وما زاد الطين بلة، عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول، عدم احتساب مخالفة صريحة في الوقت الضائع على خط منطقة الجزاء لصالح رمضان صبحي. لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواصل تخبطها واختياراتها العشوائية لحكام دون المستوى في مباريات الأهلي، هو ما كلف الفريق خسارة بطولتين متتاليتين وصل فيهما المارد الأحمر للمباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي ثم الترجي التونسي على الترتيب. هذه الواقعة المؤسفة لم تكن الأولى وأعادت للأذهان معاناة الأهلي مع الحكام الأفارقة. لا ينسى أحد لمسة اليد الفضيحة من إنرامو مهاجم النجم الساحلي في مرمى الأهلي أمام أعين الحكم لامبيتي، ما تسبب في وداع الأهلي للبطولة الإفريقية من الدور النصف نهائي. قبلها ارتكب الحكم الجزائري كريم داحو خطأ قانونيا فادحا ضد الأهلي بعدما ترك فريق الرجاء المغربي يلعب 5 دقائق في الشوط الثاني ب12 لاعبا في لقائه مع الأهلي في ختام دور المجموعات للبطولة عام 99. كما كان الأهلي على موعد مع جريمة جديدة من الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والنجم الساحلي عام 2007، عندما تسبب بقراراته الظالمة في حرمان الأهلي من اللقب القاري الهام. إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فاض بها الكيل، لم تقف صامتة إزاء محاولات حرمان المارد الأحمر من حلمه بمعانقة الأميرة الإفريقية من جديد، فصعد عقب مباراة النجم الساحلي ضد التحكيم الإفريقي بشكواه للكاف والفيفا محذرا من تكرار هذه التجاوزات والظلم الواضح بحق الفريق. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، والاستاذ احمد عويس كان ليه كلمه مهمه جدا عايز يقولها، واحنا لسه بنقرا التقرير، بس اتمنى يعني ما يكونش عدم احساس بالفتره الجايه، لا ان شاء الله في تطور او في جديد هيحصل، يعني ما يكونش مثلا عنده ايه احساس ان الفتره الجايه هتبقى وحشه، ان شاء الله يبقى في تطوير في التحكيم الافريقي. انا بحاول الحقك، انا ما عنديش امل خالص في التحكيم الافريقي. ما عندكش امل؟ لا خالص ما يعني بيعملوا جرائم، يعني الحكم بتاع ماتش ترجي وفيتا كلاب الراجل رايح انفراد والحكم يعني بيصفر مصنف. طبعا حكم مصنف الحكم الحكم يعني الحكام الكبار، الراجل رايح هو يعني رايح انفراد من نص الملعب زي بالظبط عامله زي كره محمد صلاح كده لما كنا بنلعب نيجيريا هناك، بس الحكم سابها. لا ما سابهاش، احنا جبنا جول التعادل والكره الثانيه صلاح كان رايح صفر لوحده صفر. وقال للعيبه يعني ما يعني كنا هنموت لانه لو تفتكر الملعب كان كنت هناك في نيجيريا في نيجيريا الجمهور كان في يعني كان في حوالي 40,000 في المدرجات وفي حوالي 85,000 على التراك. فطبعا الحكم انقذ نفسه وانقذنا والمباراه كانت بتلعب ما كانتش بتلعب في العاصمه، كانت بتلعب في على في مدينه نائيه مدينه نائيه. فالحقيقه الموضوع كان صعب يعني، فهو نفس المشهد بالظبط، الراجل رايح انفراد هيضيع بقى هيجيب لي حاجه ثانيه يعني، هو حتى كان بيشاور لعيبه فيتا كلاب على الساعه انه الماتش خلص، ولكن هو ال10 ثواني دول يعني كان في ضايع اكتر منهم يعني، لو الهجمه دي للترجي يعني لو الترجي رايح الانفراد ده والماتش 0-0 والكره دي الترجي كان هيصفر يعني، لو الترجي رايح هو والجول وانفراد بالمنظر ده اعتقد انه لو صفر ما كانش روح ما كانش خرج من الملعب. فالحقيقه لا التحكيم الافريقي ما فيش منه امل الحقيقه، حتى لو في كلام محتاج زي ما انفنتينو قال كده ان احنا ناخد مجموعه
ننفصل بيها عن الواقع ونشتغل عليها لوحدها عشان مجموعة جديدة. هو قال انه هناخد 20 حكم من المميزين ونبدأ نعمل لهم دورات تدريبية عشان نحل أزمات التحكيم، لأن أزمات بلا يعني أزمات طول الوقت ما لهاش حل يعني. وبعدين واضح المجاملات لشمال أفريقيا بقت فجأة يعني، وعشان واضح انه يعني احنا بنتكلم وبنقول وبنهاجم وبتاع، واضح انه افريقيا السمراء ناس طيبين ما بيتكلموش، بيتظلموا طول الوقت محدش فيهم بيتكلم. فاعتقد من رئيس اللجنه جيبوتي ربنا يوفقه ليه دور ولا بعيد؟ ما اعتقدش انه ليه دور. اللي بيحصل في تعيينات التحكيم بيقول انه ملوش دور يعني. واضح ان لسه السيطره التونسيه على الموضوع لسه موجوده، ولكن اتمنى ان الموضوع يتحل يعني، لانه الكلام كتر يعني حتى زي ما قالوا الترجي لما راح كاس العالم الانديه اول ماتشين خسرهم عشان التحكيم يعني. اتمنى ان الموضوع يتحل يعني. بس شيء طيب ان احنا لقينا حكم مصنف يعني. انت شايف ان ايريك اوتوجو الحكم الجابوني ظلم فريق فيتا، وكان المفروض اقرب من ان هو يسيب له الفرصه الاخيره حتى لو في الثواني الاخيره، لان هو رايح انفراد بالمرمى، لكن حكم مصنف راح تونس ما كانش بيحصل ده حتى في الادوار ما حصلش خالص. بيحصل في الادوار الاولى بعد شكوى الاهلي انت في الماتشات اللي راحت في الاول اللي كانوا بيروحوا يلعبوا في تونس كانوا حكام غير مصنفين درجه 5 يعني. كامل اللي حكم ماتش الاهلي والنجم الساحلي ده حقيقه حاجه خيال يعني. ما ينفعش يلعب دوري مجموعات خالص حكم بكير يعني. انا الرشيق عنه. قصدك على جوشوا بوندو؟ طبعا كان بعيد تماما عن الجوله اللي فاتت، ما حكمش ولا مباراه في دوري الابطال ولا الكونفدراليه. ما اعتقدش هيحكم تاني. اتمنى يعني اعتقد انه مش هيحكم تاني بعد الجرائم اللي عملها في ماتش النجم، ولكن عدينا يعني الموضوع. والحقيقه النجم مش هو الفريق اللي يخوف، رغم انه كسب بلاتينيوم في زيمبابوي 3-0، ولكن في ماتش الاهلي كان مستوى ضعيف جدا وكسبان بكارثه الحكم اللي في الدقيقه 10. وفي ماتش الهلال لا الهلال مش هجمه يعني. جاله حكم مغربي الجعفري، الحكم المغربي اللي ادار مباراه الهلال او النجم الساحلي الهلال. رائع ده من الحكام المصنفين برضه. طبعا مفيش الهوى. انا شفت الماتش مفيش الهوى الحقيقه، كان حكم رائع. واعتقد انه الحكم اللي هيجي الماتش الاهلي والنجم هنا اعتقد انه ممكن يبقى فيكتور جوميز يعني. اعتقد بس هل لو جالك فيكتور جوميز او جالك حكم مصنف مباراه الاهلي والنجم في القاهره ده مقياس انك رميت حجر في المياه الراقده او نورت لمبه حمراء على فكره الحكام المصنفين، ولا هيبان اكتر لما اطلع العب بره ويجي لي حكم مصنف بره؟ ما انت رايح بلاتينيوم هنشوف اصل ماتش بره الاهلي مش مقياس هيتعاملوا على ماتش بلاتينيوم. هو انت فاضل لك الماتشين بره الهلال والنجم. فاضل لك الهلال بس اللي بره ماتش بلاتينيوم بالظبط. فماتش الهلال حسب على فكره منافسه حسب الموقف. لو الماتش بقى مؤثر في الصعود، واعتقد ان شاء الله ان احنا مش هنستنى الماتش الهلال باذن الله هنكون حسمنا الصعود قبلها، مش هجيب حكم يعني حكم عليه العين يعني. انما لو الموضوع مقفول ووصلنا ان الماتشات هتبقى حاسمه، لانه خلاص الصعود اتحسم بين الاهلي والهلال والنجم حقيقي. فلو الماتش هيبقى فريق محتاجه اعتقد انه هيجيبوا حكم مصنف، واعتقد ان الاهلي في اخر ماتشين في الجولتين هيبقى عنده حكام مصنفين. بس انا يهمني انا طبعا يجي لي حكم مصنف عشان يدي الحق للفرقتين، بس انا بره مصر محتاج اشوف بقى الحكم المصنف ده يجي لي بره. ما هو ماتش الهلال القياس بقى ماتش الهلال، وبعد كده انت ماتشات دور الثمانيه كده هيبقوا حكام مصنفين. هو خلاص مش اي مصنفين، هو خسرك الاول يعني، هو ضربك اول ماتش وخلاص يعني الموضوع عدى يعني. فاتمنى ان الحكام يعني ما نشوفش الجرائم اللي يعني اصل في حاجات بتبقى ممكن تعدي، انما في وقائع بتبقى جرائم. التقرير عرض طبعا مشوار لا لا غير جيد يعني. احنا عندنا في ماتش النجم اللي الاهلي رجع وخسر هنا في 3-1 على العرجون كان في كميه جرائم. هناك كان في ضربه جزاء لبركات وبركات خد الانذار الثاني وتوقف عن مباراه العوده، وكانت يعني هو ما ادكش ضربه جزاء الماتش ده كان بتاع 0-0 ما ادكش ضربه جزاء. وبعدين تلاقي الاهلي طول الوقت بيتظلم وماسكين مثلا في حالتين في ماتش الصفاقسي اللي هو اتحسب واللي كان كورتين تسلل في كوجا يعني تلاقي مثلا انت تقعد تتظلم 34 سنه ويجي في كورنر يقول لك انت كان ليك كورنر يا جماعه الاهلي انت الجامل في كورنر يعني. فيبقى العرجون ظلم وفلان ظلم ولامبتي ونيلامبتي في كره يعني بالايد وحاجه يعني ده ينرمه بيعمل ارسال طايره جرائم. وتيجي تقول لك اصله الاهلي كوفي كوجا كان في ما هو حامل راي يا جماعه حامل راي كوره ما كانتش تتسلل بس حامل راي. والحقيقه انه الماتش ده الاهلي مسيطر عليهم ضيع فرص 50 فرصه يعني مش الكره دي اللي كسبته البطوله او اللي اديت له الماتش. طبعا كلام كتير قوي، ولكن الاهلي طول الوقت في افريقيا بتدبح من الحكام. ماتش طول الوقت انا بقول الكلام ده،
ماتش الازمه الكبيره ماتش سان داونز، الحكم بيدي ضربه جزاء في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني اللي خلت الماتش بقى 4 وقلبت الماتش. الجول الخامس اللاعب بيريح الكره بايده وبيدخل بقى 18 بيجيب الجول الخامس، هدفين الحقيقه اللي بوظوا الدنيا يعني. انت الكوره الشناوي شايل الكوره والكوره ما فيهاش حاجه خالص، حسب ضربه جزاء انت بتحاول ترجع في بدايه الشوط الثاني، من اول لحظه الحكم بيدي عليك ضربه جزاء بيقفل الماتش تماما. الجول الخامس الكوره الراجل شايلها على ايده وداخل بيها، يعني شايلها كده وداخل بيها. ولكن الحقيقه برضه عشان الناس تبقى فاهمه، جمهور الاهلي ما اتكلمش ليه على ده وعلى ان التحكيم ظلم الاهلي، ما جاش في الماتش ده، فالحقيقه ما وقفنا، ما حدش وقف، وقفناش عندها قوي، ما وقفناش عندها بالظبط. انما لما تيجي تقف عندها تحكيم، لا الاهلي اتظلم تحكيميا في المباراه دي، انما ما تقفش عندها ليه؟ لان الاهلي كان وحش، لان انت لما تخسر ويبقى نجم المباراه محمد الشناوي، لا كان لازم عندك اخطاء لازم تتصلح، فعشان كده ما حدش وقف عند التحكيم. انما لما تيجي عند التحكيم في مباريات كتير قوي بتتظلم لازم تتكلم. مباراه النجم هناك ظلم مبين، يجي برضه يقول لك ايه مباراه النجم الساحلي، مباراه اسف الترجي اللي كانت هنا في النهائي، اصل الحكم جه من الاهلي. طب ما هو ده في فار، يعني في فار ورجع للفار مهدي عبيد الجزائري، ده اختفى. ما هو في فار والحكم رجع للفار وحسب، انا مالي يعني الحكم رجع للفار وحسب، فانت بتجي تحاسبني على حكم رجع للفار وحسب ضربه جزاء في كوره كان فيها شد وجذب يعني، فانت بدات تتكلم على لقطه بليد ازهر، كلام كتير قوي ملوش معنى، وبنقعد بيقعد يتردد وبيبقى وكانه يعني عارف انت المظلوميات اللي هو البكائيات، الناس تقعد تمسك في حاجه وتقعد تعيط تعيط تعيط، فيجي يقول لك ايه اصله هدف حسن شحاته سنه 84 ضيع الدوري، والزمالك الماتش اللي بعده خسر يعني الزمالك الماتش اللي بعده خسر، يعني الدوري ده منتهي تقريبا فرق 6 نقط. يا جماعه مش النقطه دي، لان الدوري ساعتها كان بنقطتين والماتش خلص تعادل. مش النقطه دي على فكره اديت لكم الدوري، يعني 6 نقط دي 3 ماتشات. يعني يا جماعه يعني افهموا يا جماعه الموضوع مش للدرجه دي، يعني انا مش فاكر 6 نقط او ايه، بس هو ما انتهاش بسبب المباراه، بسبب المباراه دي، بسبب مباراه واحده. فطبعا يعني طول الوقت ما هو الاهلي في ماتش، في مره كان الاهلي الماتش انتهى تعادل، كابتن ربيع ياسين جاب جون بالهيد واتلغى، كان جون صحيح 100%. ليه انا ما بفتكرش ده؟ لان انت مش هنقعد واقفين، ولكن الاهلي في افريقيا الظلم بيبقى واضح طول الوقت، الاهلي بيعدي الكلام ده. فاتمنى ان التحكيم يتحسن يعني في الفتره القادمه. الفار في التحكيم في افريقيا هيبقى ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي طبعا، بس ننسى اللي حصل في النهائي اللي فات، لان النهائي اللي فات ده كل السلبيات حصلت. لا ده ما كانش فار. لا 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 ده كان فار ما كانش فار يعني. لا والغريبه انه الفار يعني مباراتين نهائي على التوالي، على التوالي مش موجود في ملعب الترجي. يعني الحقيقه يعني القطعه اللي تاهت دي تاهت في 2018 وتاهت في 2019. انت مش ملاحظ حاجه؟ ايه؟ انت مش ملاحظ حاجه؟ ان احنا بنتكلم على الملاعب المرشحه لاستضافه النهائي، ما اتذكرش من ضمنها ملعب رادس. ما اعرفش هل ممكن يطلعوا بيه في الاخر ويفاجئونا ولا بعد موضوع الفار؟ اصل موضوع الفار ده كان حاجه مزعجه جدا يعني. يعني موضوع الفار ده حاجه مزعجه جدا. انت يعني ماتش الاهلي حصل ما فيش فار، ماتش الوداد ما فيش فار، يعني اشمعنى الملعب ده؟ يعني اشمعنى الملعب ده اللي الفار ما بيوصلوش؟ يعني ما فيش كهرباء، ما فيش فيش شغلوا بيه الشاشه ولا ايه؟ شاشات صغيره، ما عندهمش شاشات يشغلوا بيها الفار. الحقيقه صعبه جدا. وبعدين في سبب، يعني في سبب، يعني طول الوقت في سبب. يعني انت اصل قطعه كانت جايه من جزر تيمور الشرقيه مشحونه مش عارف منين جايه فين، فراحت الارجنتين بدل ما توصل اسبانيا. حاجه طبعا هزار يعني بالزبط. يعني هزار، انت بتتكلم على بطوله هي تقريبا الثانيه. لا وما بيتقالش في الاجتماع الفني كمان. انا اتذكر كابتن محمد يوسف لما كان بيتكلم على القصه دي قال لك انا ببدا الماتش الحكم بيصفر، فقمت ببص على الشاشه لقيت الشاشه مش شغاله، فبسال الحكم الرابع قال له اقعد. لا ما هو وقبلها بيوم بيكلمونا في التعليمات والمعايير والفار بيطبق ازاي وايه الحاجات اللي تطلب فيها الفار والحاجات اللي ما تطلبش فيها الفار، في الاخر الفار اصلا ما كانش موجود. لا ما هو واضح ان الـ الموضوع في تونس لطيف يعني. فاعتقد انه الفار وبرده السنه دي اعتقد انه هيتطبق من دور الثمانيه تقريبا. من دور الثمانيه؟ اعتقد يعني بيتهيألي. ده هيبقى شيء عظيم لو حصل. البطوله العربيه طبقت من دور الثمانيه. البطوله العربيه لها وضع ثاني خالص. ماتش الاتحاد والاسماعيلي كان فيه فار. كان فيه فار بتاعنا يعني بلدي كده جميل لطيف جدا. شفت فيه حاجه، شفت فيه عجب. ليه؟ يعني شفت فيه لقطه فار فيها مدير فني، يعني ما اعرفش ازاي. يعني لقطه فار بتتعاد كوره كان في شكل ضربه جزاء للاتحاد تقريبا، وكان طالع فيها المدير الفني، ما اعرفش طالع فيها المدير الفني ليه. يعني فيها كادرات كتير. فيها كادرات كتير، فيها مدير فني بيوجه تعليمات. ما اعرفش هل كان في مشكله مع المدير الفني في الفار ولا ايه. ما حصلت حاجه مهمه قوي في الدوري الانجليزي.
المجلس الاتحاد الدولي اعترض على طريقة استخدام الفي ار في الدوري الانجليزي، وقال ان الفي ار له شروط معينه لكن مش بالشكل اللي اتطبق بيه الدوري الانجليزي. وعمل تحذير للموضوع ده. اصل الدوري الانجليزي بيشتغل بالسنتيمتر بيحسب بالمكعبات، بيحسب بالملي، واللعيب لو حواجبه طويله ممكن ما يبقى تسلل بحواجبه. لا حاجه غريبه جدا ده، لو مقاس الشوز بتاعه اكبر شويه ومعدي يقول لك اوفسايد. شفت في ماتش ولفرهامبتون الكوره ما لحقهاش حاجه خالص، يعني ما يعني بملي. فطبعا هو الفار مش معمول، هو اصلا هو كده بيقتل تماما متعه الكوره، المتعه بتاعه الكوره. الموضوع مش كده يعني، مش بالملي والسنتي لا. فواضح انه الموضوع، وبعدين فكره انه حكم الفار هو صاحب القرار النهائي، اعتقد ان هي مش صحيحه. لازم الحكم، مفيش شاشه في الملعب، هو لو حكم بيدي الفار القرار، حكم بيدي الغرفه، بيدي الحكم الغرفه القرار للحكم، والحكم هل يقوله ولا ما يقولوش، يعني هل يقرروا ولا ما يقرروش، دي حاجه ترجع له. هو يعني هو الحكم صاحب القرار، لكن الحكم ما بيشوفش. يعني الحكم ما بيشوفش الحاله انه يديها ولا ما يديهاش، ما اعرفش ليه. يعني ليه ما فيش شاشه في الملعب؟ انا مش عارف ايه الحكمه عند الاتحاد الانجليزي انه يعمل ده. هي 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 يعني هل هم ليهم حكمه او حاجه في الموضوع؟ انا ما اعرفش. يعني انا ما شفتش في العالم كله حد بيطبق الفار كده. هو الحكم بيدي الاشاره بيروح يشوف عشان ياخد قراره، هم بيقولوا لا فيها شك كذا 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 فتعالى شوف، فبيروح يشوف. هم لا، الحكم في الدوري الانجليزي ما بيروحش، رغم انه بياخد وقت اطول، يعني بيقعدوا يفكروا اسبوع لحد ما ياخدوا قرار. يعني هل هم عاملينها توفيرا للوقت والنفقات عشان ما يروحش لغايه عشان يوفروا شاشه في الملعب، ما يجيبوش شاشه، ما اعرفش. ولكن وياخدوا وقت اطول ويقعدوا يدردشوا ويتكلموا وبتاع ويشربوا، يعني يشربوا شاي، يقعدوا يعني يرغوا كتير، وفي الاخر تلاقي قرار في ازمه يعني. فاعتقد انه كلام الاتحاد الدولي طبعا صح، واتمنى انه ما يبقاش. الدوري الانجليزي هو الحقيقه متعه كره القدم في العالم، متعه كره القدم في العالم طبعا. لكن طبعا الفار هناك بالمقارنه بالفار في افريقيا، انت تتوقع لو اتطبق مبكرا من دور الثمانيه، لكن هي المباراه النهائيه، اكيد لا في البطولتين مؤكد، واتمنى ان الاتحاد الافريقي يطبق الفار من بدري في البطوله، لانه عنده الامكانيات وعنده بس في هتبقى ازمه ماليه، ازمه ماليه عند الاتحاد الافريقي، هتبقى محتاجه مصاريف ماليه كبيره. اتمنى انه يقدروا، خاصه يعني في ظل الحوكمه والهيكله اللي بتحصل الفتره الحاليه على في التدخل مع تعديل موضوع الرعايه والحقوق البث الفضائي، قله الايرادات بالظبط كده. بالظبط كده. الحقوق البث الفضائي لسه القنوات النقل هي محتفظه بيها زي ما هي، ما فيش تغيير، ما حصلش تغيير. مش لحين اجراء اعتقد انه العقود مكمله حسب معلوماتي، لان العقود اللي بيعملها الكاف في العقود الرعايه بتبقى عقود ثلاثيه، فهو غالبا خرج الشركه الراعيه من الموضوع وهيبقى يعمل تفاوض ثنائي بينه وبين الناس، لان لسه الرعاه موجودين، لسه الشركات الموجوده للراعيه للبطولات موجوده زي ما هي في الملاعب، هتلاقي في اعلانات الملعب هتلاقي الشركات موجوده زي ما هي. طيب الفار ممكن يتطبق في الدوري المصري؟ بيقولوا انه هيتطبق من الدور الثاني، بعد ما قالوا ان احنا هنتكفل، الاستاذ عمرو الجنايني قال ان دي هديتنا للكره المصريه، وبعدين قال لا دي نص هديتنا للكره المصريه، وبعدين قال لا احنا عايزين هديه من الانديه عشان هم يعملوا الفار. فما اعرفش هل الهديه هتبقى يعني هتطلع امتى. بس قانونا الانديه مالهاش علاقه بالتنفيذ التقنيه ولا بدفع مصاريفها، لان بروتوكول تطبيق التقنيه هي اولا التقنيه اصلا، كل 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 الدخل اللي بيدخل للاتحاد المصري كره القدم هو من الانديه. مظبوط. هو الاتحاد يملك ايه؟ مش منتخب بس بيلعب كام ماتش في السنه المنتخب؟ ان بطوله الدوري دي مش الانديه اللي تلعبها حقيقي، الحقوق اللي بس اللي بياخد نسبه منها، تسويق اسم البطوله وبيعها، ده مش الانديه. مظبوط. يعني لو الانديه مش تلعب الدوري الاتحاد هيجي له فلوس رعايه، لو الانديه مش تلعب كاس مصر الاتحاد هيجي له عقود رعايه. فالحقيقه فكره ان انا والنبي الدنيا عشان اعمل لكم الفار، الحقيقه ده مش حقيقي، يعني ده غلط. انت عندك فلوس وعندك ايرادات للاتحاد. هو انا عايز افهم، هو هل الاتحاد بياخد عقود الرعايه عشان المنتخبات بس، وعشان المنتخبات والبطولات المحليه؟ بياخد منتخبات والبطولات المحليه، في جزء من عقد الرعايه اللي داخل له خاص بالبطولات المحليه، فلازم يصرف منه على البطولات المحليه ويصرف من الجزء الباقي على المنتخبات. مظبوط. خلينا بقى كمان نسبه العقود، خلينا نروح المنتخبات بقى، احنا عندنا فين المنتخبات؟ هو اول واولمبي ومرتبات يعني الأجهزة. لو مرتبات الاجهزه بس،
وهي الحقيقه لا وفي دعم من الاتحاد الدولي وفي دعم الاتحاد الدولي فالحقيقه انت وفي دعم وفي بس فضائي للماتشات والمنتخب الاولمبي هيجي له دعم اساسا من الاولمبيات عشان المشاركه عشان المشاركه فالحقيقه لا يعني الحقيقه انه عنده دخل وعنده دخل يغطي لانه اعتقد ان عائد رعايه الاتحاد المصري لكره القدم كان 450 مليون جنيه رقم كبير جدا في خمس سنين فاعتقد انه سهل جدا يطبق الفار لانه هو اساس دخله هي البطوله المحليه لو البطولات المحليه دي ما انتظمتش وعملت مباريات كويسه ما فيش دخل ابو حميد ده هو كمان زود موارده بعد ما قال لك 3% على عقود اللعيبه ده قال لك كمان 3% على عقود المدربين بياخد من عقود اللعيبه وبياخد من عقود المدربين وبياخد من الباص الفضائي وبياخد من البوفيه بتاع الاتحاد يعني بياخد من كل حاجه فالحقيقه انا ما اعرفش يعني هو كان الاستاذ عمرو الجنايني هو راجل فاضل يعني بعد ما الاول قال ان احنا هنعمل وبعدين رجع في كلامه وبعدين الحقيقه يعني انا عندي برضو ازمه كبيره جدا كل ما تسال على حاجه فيقول لك الملف في ايد محمد فضل كابتن محمد فضل فملف الاستبدال في ايد محمد فضل ملف الفار في ايد محمد فضل ملف السوبر في ايد محمد فضل ملف الشيبسي في ايد محمد فضل ملف الامن في يا جماعه ما استاذ عمرو حضرتك بتعمل ايه يعني حضرتك يعني هل هو يعني هل احنا نتعامل مع محمد فضل ان هو رئيس اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم بصفته لاعب كره سابق طب انت كلمت محمد فضل سالته في الملفات دي لا الحقيقه ما كلمتوش بس هو الحقيقه ده اصل ده كلام الاستاذ عمرو يعني يعني مش كلامنا احنا يعني كل ما حد يساله الملف في يعني في ملف السوبر مع فضل هو حتى امبارح رئيس لجنه المسابقات او مدير اداره المسابقات لما اتسال على ميعاد السوبر قال الملف مع كابتن محمد فضل ما هو اي حد يعني هو انت لو دلوقتي رحت عايز تعمل مكالمه في وانت قاعد في الاتحاد تتصل بالتليفون استاذ كابتن محمد فضل الحقيقه مع كل احترام محمد فضل هو بس فكره توزيع الملفات او الاجابات حتى هو فضل مجتهد وشاطر وعامل حاجات كتير قوي كويسه وعامل انجازات لطيفه جدا في الفتره اللي فاتت ولكن هو الحقيقه ما انتوا جايين ليه؟ ما كنا جبنا محمد فضل وخلاص يعني كنا جبنا محمد فضل مدير تنفيذي الاتحاد خلص كل الملفات وخلاص انما احنا جبنا ليه؟ ما هو احنا جبنا لجنه خماسيه لاداره الكره المصريه في الفتره الانتقاليه لحين اجراء الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو طب احنا ما كنا جبنا لجنه محمد فضل لاداره الانتخابات لحين اجراء الانتخابات بعد اولمبياد طوكيو يعني انتوا يا جماعه جايين تعملوا ايه يعني مع كل الاحترام للخمسه اللي موجودين فضل في الاخر انسان وبني ادم وكل الملفات دي على كتفه كتير يعني كتير هل انتوا مستسهلين الموضوع وسايبين فضل يعني ملف الجهاز الفني المنتخب كان مع فضل ملف السوبر مع فضل ملف الاستبدال مع فضل ملف تأجيل مباريات حسام الزناتي بيقول مع فضل طب هو فضل مش سوبرمان هو مش يعني مش راجل باربع ايدين وبيطير في الهواء عشان يجيب وقت لكل ده حقيقة يعني اعتقد انه كتير طيب انت بنسبة كام تتوقع ان الفار هيتطبق في الدور الثاني سالب 5% سالب 5 طبعا ده حقيقي طبعا ما في يعني انت لا حكام اتدربوا ولا اتفقوا مع شركات ولا خدت اصلا ولا خدت موافقه الاتحاد الدولي البدايه ولا ده احنا عشان نعمل ماتش الاتحاد الماتش الاتحاد والاسماعيلي فار رحنا عملنا ماتش 45 دقيقه على الاستاد اسكندريه والفار طلع زي ما شفنا يعني ما عرفناش نعمله اصلا فانت بتتكلم في ايه صعبه يعني وقالوا كمان قالوا شق غير قانوني لما قال لك الانديه تساعد معانا وتساهم انت الفار جزء من قانون اللعبه يعني هنعمل جمعيه يعملوا جمعيه مثلا كل واحد يدخل باسم مش يعني فاهم يعني هقول لك على جزئيه ثانيه كمان هم اهم يعني هم لو سالوا كابتن جمال غندور كابتن جمال غندور قال لهم لا ما ينفعش ايوه انا ليه ما ينفعش ادفع فلوس ليه في الفار ولا هبقى يعني لا انا مش مسؤول عنه طبعا مش مسؤول عن قانون اللعبه طبعا ما هو الفار ده جزء من قانون اللعبه من تطبيق قانون اللعبه انا كنادي ادفع في حاجه لها علاقه بقانون اللعبه لو ما انت الاتحاد المنظم بتعمل ايه ده بروتوكول بالظبط الفار ده بروتوكول الفي ار التقنيه ده بروتوكول بالزبط. البروتوكول ده انت كاتحاد منظم انت المسؤول عن تنفيذ قانون اللعبه صحيح مش انا كنادي صحيح ولو دفعت ده انت هتدخلني في قصه ثانيه طبعا لا موضوع صعب جدا واتمنى ان هم يقرروا يعملوه ولكن ما عنديش امل انه يتطبق يعني وفعلا انت مثلا دلوقتي دفعت في موضوع الفار وفي ملاعب ما ينفعش تستضيف الفار هروح العب فيها ازاي بالظبط يعني وبعدين انت هل هتقرر بعد كده اولا الفار ده ليه مكان محدد هو طبعا كان في فكره انه تبقى عربيه اذاعه خارجيه زي ما اتعملت في كاس الامم كاس الامم كان عربيه اذاعه خارجيه وبتاع وكانت حاجه بتتعمل كده اتعملت كويس بس اتلحقت يعني تمام مفيش الحكام نفسهم ما تدربوش على الاتصال ما جاش اصلا محاضرين يدربوه يعني اصله الفار ده ليه طريقه بتتدرب هو خمس شهور يعني حتى الحكام ما تقلهمش طريقه عمل الفار
خالص يعني وما عندكش العدد اللي يسمح بتطبيق التقنيه اصلا. بالظبط بتتكلم في 2 3 طيب ده ملف كان مهم جدا وارتبط اصلا كمان بالتحكيم الافريقي لان الاثنين مرتبطين ببعض لان كمان عندنا في مصر موضوع التقنيه مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري لسه الامور فيها تشابك كبير. طيب دوري ابطال افريقيا مين اول المجموعه؟ انا وجهه نظري الاهلي ولا النجم ولا الهلال؟ بص هو في الاخر هتبقى المواجهات المباشره ولو تساوي الثلاثه يبقى المواجهات المباشره بين الثلاثه في الاخر ازاي؟ اللي هو ايه؟ بعد 6 ماتشات بعد 6 ماتشات انما دلوقتي دلوقتي ما تقدرش تحسمها غير بالاهداف مين جاب اهداف اكتر فيبقى النجم الاول الاهلي الثاني الهلال الثالث بس اللائحه بتقول المواجهات المباشره ثم فرق الاهداف ايوه لائحه ما هو فين التكافؤ في المواجهات المباشره؟ هل الاهلي لعب النجم في تونس ولعبه في القاهره ولا الهلال لعب الاهلي في الخرطوم ولعبه هنا؟ مفيش انت كل فريق لعب ماتش بره وماتش جوه بس ماتش بره وماتش جوه ضد فرق مختلفه يعني الاهلي لعب النجم في تونس لعب الهلال هنا الهلال لعب الاهلي هنا ده بالعكس ده الهلال لعب ماتشين بره الهلال لعب مع الاهلي هنا ولعب مع نجم في تونس يعني الهلال يعني لو انت هتقيسها الهلال لعب ماتشين بره فالهلال هو الاول لعب ماتشين بره ارضه لو حسبتها فرق الهدف بهدفين فالحقيقه ما ينفعش تحكم يعني ما ينفعش تحكمها دلوقتي ما ينفعش تحكمها وانت بتلعب في نص جوله في نص الدور المجموعات ثلاث ماتشات بس لانك الاهلي لعب ماتش وماتش النجم لعب ماتش وماتش الهلال لعب الماتشين اللي بره يعني الهلال عنده ماتشين على ارضه الهلال كسب ماتش وخسر ماتش الماتشين اللي بره ارضه عنده 2 في 2 يعني 2 جاب هدفين ودخل هدفين فانت لما يلعب على ارضه هو ليه افضليه لما يلعب على ارضه طيب. سواء مع الاهلي سواء مع النجم موقع الكاف هو اللي خلق الازمه لانه وهو بيكتب او بيعمل تصور لترتيب الفرق جه عند المجموعه الثانيه في الجدول حط الاهلي ثاني في تقرير المباراه حط الاهلي ثالث هنا ابتدت في اجتهادات يعني الناس مش اجتهادات في مواقع خدت كوبي من الاتحاد الافريقي قال لك الاتحاد الافريقي اللي حاطط كده اصل محمد لحد دلوقتي يعني كل ده مش مؤثر في حاجه انت تبدا تتكلم على ترتيب المجموعه لما يعني هل الاهلي دلوقتي هيفرق معاه انه بقى ثاني او ثالث او رابع هو الاهلي عارف انه عنده 6 نقط زيه زي النجم والهلال الهلال عارف انه عنده 6 نقط زيه زي الاهلي والنجم النجم زي نفس الموضوع فمش فارق معاهم الترتيب دلوقتي الترتيب هيفرق لما في الجوله السادسه لما نرجع في الجوله السادسه نبقى عارفين بس طبعا لازم من دلوقتي يبقى كله عامل حساباته انه الجون هيفرق المكسب بره هيفرق عشان كده قلنا الهدف اللي جابه النجم في اخر دقيقه واحنا نايمين ده يعني كان مزعج جدا اللي جابه الهلال اسف كان مزعج جدا ممكن يلخبط لنا الحسابات يبقى نبقى محتاجينه في الجوله الاخيره بدل يعني الهلال كده لما تدخل في مواجهات مباشره مع الهلال بدل ما كان محتاج يكسبك 3-0 عشان يتفوق عليك في المواجهات المباشره يكسبك 1-0 بقى تفوق عليك في المواجهات المباشره مظبوط فجول فطيس ملوش لازمه عمل لك ازمه ولكن ان شاء الله مش هنوصل لده انا يعني عندي يقين ان شاء الله ان احنا هنحسم الموضوع ده في مباراه البلاتينيوم ده مهمه جدا لازم تكسب طبعا ما ملهاش لازم تكسب ملهاش يعني انت لو كسبت بلاتينيوم ان شاء الله يوم 10 وكسبت النجم يوم 20 تقريبا 25 24-25 كسبت النجم بقيت 12 نقطه اعتقد الموضوع اتحسن تماما قبل ما تذهب للهلال في الجوله الاخيره الهلال والنجم اصلا هي يعني برضه هي تتوقع مباراتهم مع بعض في السودان تبقى ايه؟ تعادل ودي افضل نتيجه للاهلي طبعا طبعا الاثنين هيبقوا سبعات انت هتبقى تسعه تكسب النجم هنا بقيت 12 خلصت الموضوع يعني خلصت الموضوع اذا القول الفصل في التاهل تكسب بلاتينيوم في زيمبابوي باذن الله ثم تفوز على النجم في القاهره بقيت 12 نقطه خلاص ما حدش هيجي لك يعني ما لان الصداره مهمه طبعا الصداره مهمه برضو يعني الصداره مهمه احنا تصدرنا في البطوله اللي فاتت ولعبنا المباراه الاولى بره وما كناش موفقين ففكره اللعب بره وجوه بقت مش بالعكس انا عندي نلعب اول ماتش على الارض احسن بنتيجه كبيره واريح نفسي قبل ما اخرج اريح كتير ما تروح ولا قدر اتعرض لنتيجه مش لطيفه ترجع هنا وما تعرفش تحسم ويبقى اللي عليك ضغوط فكره الحسابات مظبوط يعني انا طول الوقت ببقى الا في النهائي بقى في النهايه انت بتلعب في النهايه في ارضك هنا حاجه مختلفه خلاص ناجل الحديث في الجزئيه دي لغايه شهر 1/2 ان شاء الله 1/2 نتكلم فيها لما تخلص الجولات بإذن الله. بس هي مهمه جدا الموضوع اللائحه ده مهم طبعا عشان تبقى عارف ترتيبك وعارف وضعك في لا اللائحه مواجهات مباشره مواجهات مباشره ولو ثلاث فرق تساووا بيجنبوا الفريق الثالث الاخير لو تساووا بقى بياخدوا فرق الاهداف في المجموعه كلها اللائحه واضحه يعني الناس كلها عارفاها المصريين ما شاء الله عليهم في الموضوع ده ما بيعدوش خلاص احسن مننا يعني بكره 1 يناير طبعا كل سنه وانت طيب وسنه جديده لكن الاستبدال والقيد وبكره ان شاء الله هيتم اجراءات القيد بالنسبه لمحمود عبد المنعم كهربا وانا قلت حتى في الانترو كهربا لاعب حر ولو ما كانش الاهلي قايمته كامله كان يقدر يعيد كهربا يوم 10 12 صحيح لكن عشان القايمه كامله وبالتالي لازم يستبدل فهينتظر الانتقالات يناير فمن بكره ان شاء الله هيتم هذا الموضوع
شايف الاستبدال هل في كلام جديد؟ هل ممكن يحصل قدر الله تعديل؟ وانا بقول قدر الله ده النظام لازم نحافظ عليه. معلوماتك في هذا الموضوع وكمان دخول كهرباء الفتره الجايه بقى في الماتشات والمنافسات المحليه والافريقيه. خلينا نتكلم على الموضوع بشقين، شق كهرباء وشق الاستبدال. نتكلم على كهرباء الاول. كهرباء لعيب لا بقى لاعب في النادي الاهلي زيه زي اي لاعب، بلاش نحمله اكتر من طاقته، لازم نهدى عليه شويه. هو مش هو جاي الاهلي بيكسب، فهو هيبقى هيدخل ترس زيه زي اي لاعب في الفريق. كلام مهم جدا انت قلته ده. طبعا كلام مهم طبعا جداً. لان احنا الناس بتحمل كهرباء انه هيجي بقى ما الاهلي بيكسب يا جماعه، الاهلي واخد 24 من 8 يعني من 8 ترس هيخش جديد، ترس هيخش جديد هيبقى بالزبط. فعال مع زمايله زيه زي زمايله، هو مش هو زيه زي رمضان، زيه زي حسين، زيه زي قفشه، زيه زي كابتن وليد، زيه زي ازارو، زيه زي اجاييه، زيه زي جيرالدو. فريق جماعي. فمش عايزين نحمل كهربا ضغوط اكتر ما هو عليه ضغوط، يعني بالزبط. هو الارض مضغوط اصلا، فخلينا نفك كهربا من ده ونستنى عليه شويه، وهو هيدخل في التوقيت اللي فايلر عايزه يدخل. يعني طبعا الناس كانت مستنيه كهربا يدخل بكره ال 20 وكهربا هيظهر كتير على السوشيال ميديا وناس بتسال. لا طبعا بالزبط. اعتقد انه خروجه من القائمه امر جيد جدا، صح؟ لان لسه بدري، انت لسه بكره هيتايد، مش عارفين الاتحاد هيايد ولا مش هيايد، هل هيرجع الاتحاد الدولي عشان يطلب يقول انه استفسار عن الموقف، ولا هيايد، ولا هيطلب البطاقه من الفريق البرتغالي، فالدنيا تبقى دربكه. فما ينفعش تستنى الماتش الساعه 7:30 تقعد في دخل نفسك في موضوع مش محتاج اصلا. فما تضغطش على الولد في اول مباراه ليه، لسه عند ماتش اف سي مصر يوم الاثنين، فممكن يدخل في ماتش اف سي مصر ياخد 10 دقائق في ربع ساعه زيه زي زمايله. يعني فكره ان انت تشيل كهربا، فكره انه جاي بقى هيصنع الفارق وجاي هيعوض غياب فلان وهيعمل فلان وهيطير في الهواء، لا يعني الحقيقه كهربا لعيب زيه زي كل اللعيبه، هو لعيب مميز واضافه للنادي الاهلي واضافه لهجوم النادي الاهلي واضافه زيه زي كل زمايله اللي عاملين اداء رائع جدا السنه دي. فخلينا نفك كهربا من الضغوط دي عشان ما نقعدش كل شويه مستنيين كهربا ينزل يتشقلب في الملعب. لا كهربا رساله منك للجماهير كمان، انت قلت ده مهم جدا طبعاً. لان دايما النهارده ناس كتيره بتسال، رسائل بتجينا، تعليقات حتى على السوشيال طبعاً. ميديا طبعا، فلازم نهدى شويه على الولد ونهدى شويه على زمايله ونهدى شويه على الفرقه. هو كهربا زيه زي كل زمايله، بالعكس هو جاي في الدور الثاني، جاي في فتره القيد الثانيه، في اللعيبه اللي بدات الموسم قدمت بدايات رائعه، حققوا السوبر اول بطوله، ماشيين كويس قوي، متصدرين الدوري بفرق كبير عن اللي بعدهم، عاملين 8 من 24 من 8، جايبين 23 هدف وداخل فيهم هدف، اداء رائع. دوري ابطال افريقيا ماشيين طبعا لولا الدروب اللي حصل وخطا التحكيم في مباراه النجم، كان يعني انا كنت متوقع ان احنا هنكسب بسهوله، يعني كنا بقينا 9 من 9. فاعتقد انه اللعيبه مش مقصرين. كهربا اضافه، اضافه، ولكن اضافه زيه زي كل زمايله، عشان نقفل موضوع كهربا والناس تهدى شويه على كهربا وتهدى شويه على الزمايل كهربا. يعني خلينا نكون واضحين عشان الموضوع يبقى الاستبدال. لا الاستبدال قولا واحدا، المجلس اداره الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه، استاذ عمرو الجنايني وكابتن محمد فضل والمجموعه اللي موجوده حطت الملف في ايد محمد فضل، قالوا لا مفيش استبدال، ان البطوله بدات وهتنتهي بنفس النظام، مفيش حاجه اسمها لعيب حصلت له اصابه قهريه هنستبدله، لان ده يعني البطولات الكبرى مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها ظرف قهري. احنا 17 في الجابون، في الجابون لعبنا الماتش الاخير ب 13 لعيب. خسرنا الشناوي وخسرنا كوكا وخسرنا الشناوي لعب 20 دقيقه ورجع، رجع ما قعدش، ما استبدلناهوش. مظبوط. فانت ما فيش حاجه اسمها ظرف قهري، انت طالما بدات البطوله بنظام تنهيها بنظام. في حاجه بقى هتحصل وفي لعبه هيحصل، اعتقد انه النادي الاهلي مش هيعدي الموضوع ده استحاله. استحاله، مش هينفع. البطوله بدات بنظام وهتنتهي بنظام، اخلال مبدا تكافؤ الفرص، وغيرت في نظام المسابقه. بالظبط كده، وهتعدل في المسابقه يبقى كده غلط غير قانوني. فاعتقد ان ده مش هيحصل الا بقى لو الانديه، يعني هو كان بيحصل ايه، انه الانديه بتقعد، ال 18 نادي بيقعدوا، وال 18 نادي اللي بيلعبوا المسابقه بيوافقوا على تعديل النظام. بقت تعديل النظام في المسابقات، لكن في شؤون اللاعبين ما هو دي قواعد ورولز عامه حطوا الاتحاد الدولي. ما هو اعتقد ان السنه اللي فاتت حصل ده، يعني حصل الكلام ده، ان الانديه اتفقت في نص في قبل فتره الانتقالات، قعدوا ال 18 نادي واتفقوا على تغيير النظام وتعديل، كان في تقدير من استبدال فعملوا حاجه ثانيه مش متذكر بالظبط ايه. بس ده انه يعني ال 18 لو واحد فيهم اعترض خلاص. انا مش هقول لك الاهلي، انا امبارح سمعت المهندس محمد فرج عامر قال لك سموحه بيعترض على ده،
في نظام اتحط في بدايه المسابقه لازم نلتزم بيه. كل الانديه، انا بقول لك انا بقول لك بس مثال واحد سمعته بس امبارح. كل الانديه يعني انا ليه اوافق على تعديل النظام؟ ممكن يضرني يعني، في انديه ممكن تجيب 7-8 لعيبه جديده وتغير شكلها وهي تبقى بتنافس على الهبوط، تلاقيها فجاه بقت بتنافس على البطوله وهي اخرها في الموسم ده ممكن تبقى 7-8 يعني. ليه لا، انت خلاص بدات البطوله بنظام لازم تنهيها بنظام، واعتقد انه انديه المسابقه كلها مش هتوافق على ده يعني، مش راي نادي او اتنين هو اللي هيغير الموضوع. كلمه اخيره تحب تختم بيها كلامك او موضوع عايز تختم بيه الحلقه؟ كل سنه طيبين ويا رب السنه اللي جايه موعده كده. اتمنى ان النادي الاهلي اللي حقق دوري ابطال افريقيا بقاله كتير، بقالنا من 2013، ونتمنى الشفاء والسلامه ان شاء الله لسعد سمير. ونتمنى لسعد سمير، رمضان، حمدي فتحي، كل اللعيبه، محمد محمود واولادنا، واتمنى طبعا سعد لانه اخر رجال المصابين، فنتمنى له السلامه. احنا معدل اصاباتنا يعني ان شاء الله باذن الله ما يكونش في اصابات ثانيه، بس احنا معدل اصاباتنا بالمقارنه بالوداد والترجي ده حسنيه اغادير غير في اول 25 دقيقه في ماتش اول امبارح 3 لعيبه بسبب الاصابات. ما هو ضغط شمال افريقيا، الجمهور بس يبقى عارف ضغط شمال افريقيا، ضغط شمال افريقيا كله كده غير طبيعي. غير طبيعي. فيا رب البطوله دوري ابطال افريقيا طبعا الدوري، يعني انا طول الوقت بقول حاجه جميله جدا يعني. أيوة. ان احنا خدنا الدوري برمضان صبحي وفي ثانيه ثانوي، الدوري صبحي وكريم بامبر. الدوري بالنسبه لنا مش امل يعني. الدوري بناخده ممكن انا واصحابي نلعب وناخد الدوري بالاهلي، فعادي جدا يعني. فاتمنى دوري ابطال افريقيا ان شاء الله ان شاء الله في النادي الاهلي السنه دي، ونروح بقى كاس العالم للانديه في نسختها اللي جايه باذن الله. باذن الله. ابو حميد شرفتني ونورتني وسعيد جدا بالحوار معاك، واتمنى نكون غطينا كل الموضوعات اللي حابين نتكلم فيها او مطروح على الساحه في التوقيت الحالي. شكرا يا محمد، وبيبقى سعيد ان انا موجود معاك والحوار بيبقى شيق وبنتكلم براحتنا يعني. اكيد طبعا، وفي النهايه احنا عايزين نوصل المعلومه الحقيقيه للمشاهد الاهلاوي، لان حق الجمهور علينا يسمع المعلومه الصح وفي نفس الوقت نكون في ظهره، عشان المرحله الجايه محتاجين تكاتف كل المنظومه مع بعضها. بالظبط. شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا. وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. طبعا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، قدر الامكان في هذه الحلقه واحنا في الساعات الاخيره خلاص من عام 2019، يعني خلاص بقى حوالي ساعتين وربع ونستقبل عام جديد، عام 2020 او 2020 ان شاء الله، سنه جديده يا رب باذن الله على الشعب المصري تكون كلها باذن الله انتصارات وبطولات، وكل مواطن مصري يحقق كل طموحاته في السنه الجديده يا رب ان شاء الله. وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الرياضي، جماهير النادي الاهلي ان شاء الله السنه الجايه تشوف كل الانتصارات وكل البطولات وتحقق كل اهدافها مع النادي الاهلي في كل المباريات، تشجع، تحضر، تساند، تدعم، كل الحاجات الحلوه اللي شفناها في فترات سابقه ان شاء الله اللي جاي يكون مع النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستحق دايما يكون موجود في مكانه افضل من اي مكانه موجود فيها في الفتره السابقه. مستنيين ان شاء الله في 2020 زي ما قال احمد الدوري العام ده شيء طبيعي، لكن ان شاء الله البطوله الافريقيه الهدف والغايه في الفتره الجايه، وباذن الله اللي جاي ان شاء الله سواء على المستوى الانشائي، على المستوى الرياضي، على المستوى القروي، اللي جاي باذن الله النادي الاهلي هيكون فيه انتصارات وفيه بطولات وفيه انجازات طيبه جدا في عهد مجلس اداره الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي النهارده بالتاكيد بنقول له يعني الف سلام عليك، ومتوجه الى السعوديه لاداء فريضه العمره. بشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وباذن الله التقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.